تجلى وابتسما وفهم العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما وفهم العبد إذا اغتنما. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يعني يهرعون إلى مثل هذا المسجد لحضور صلاة التراويح، وهو واحد منهم يريد أن يكون في الصف الأول، فيرسل إلى قيم المسجد أو إلى فلان أنه حجز لي مكان الفلاني هذا إلي، ما تخلي حدا. زيد ثاني وزيد ثالث رابع ثلاثة، كل واحد بيحجز لحاله مكان. ثم طبعا اللي كلفوا بها الشغل بيصير ما بيخلي الناس يجوا ياخذوا، يقول له محجوز. هل هذا جائز شرعا؟ نحن نتقرب الى الله، عم نجي على الجامع مشان نزداد قربة الى الله، مشان ربي يرضى عنا. طيب عم نشتغل شغله هذا ما يرضاها رب العالمين. ما الحكم الشرعي في هذا الذي ذكره الفقهاء؟ زيد من الناس جاء الجامع راسا مثله مثل غيره، وين ما صح له يصلي. طيب جاي بكير اخذ الصف الاول، اخذ الصف الاول قعد قرني ظريف عجبته، احتاج انه يجدد وضوءه، فز وحط غرض جاكيته متاع من امتى حطه هيك، وقال له لجاره قال له دير بالك انا هذا محلي. هذا جائز لانه انطبق عليه حديث من سبق إلى مباح فهو أحق به، سبق وبعدين بده يروح بقى يتوضأ، هذا مكانه محجوز صحيح. أما أنا ما أجيت للجامعة لسه، وطاب لي أن أصلي في مكان معين في الصف الأول أو في جهة معينة في جهة معينة، فأرسل من يعني يحجز لي هذا المكان، أكلم من قد سبقني أن يحجز لي هذا المكان. هذا ما لا يجوز فعله، وهذا نوع من الاغتصاب لا يجوز للإنسان أن يفعله. بلغني من بعض الإخوة أن الصف الأول في كثير من الأحيان أكثره بيكون محجوز، ولسه ما أجو لك شلون محجوز؟ ما أجو لسه، الرجل قاعد ببيته مطمئن انه خلص مكاني انا محجوز. نعم. وبيجوا فعلا بيجوا مين بيمنع له، فانا اقوم لقيم المسجد، اياك ان تصغي الى كلام هؤلاء. واقول لهؤلاء الذين يحجزون اماكنهم، اتقوا الله يا جماعه. انتم تاتون الى المسجد لاداء ما يقربكم الى الله، لا تمزجوا ما يقربكم الى الله بهذا الذي يغضب الله. مو شغلة مكروه، لا حرام، هذا اغتصبت شيء. نعم. ولا نقول بالمناسبة عن شيء تكرر الكلام، يبدو في ناس مجتهدين، وما على المجتهدين من سبيل، انه بيوقف هو عم يصلي وكان مش المصحف معه، ما له شيء. كم وكم ذكرنا هذا ما يذكره فقهاء الشافعي وفقهاء الاحناف، ما حدا سمع كلامنا، بيتموا هالناس ماسكين المصحف. نعم خلص ما عاد نجيب هالسيرة، لأنه ربما كان هؤلاء الإخوة مجتهدين ويرون أن هذا شيء جيد ولا مانع منه، لكن أنا عندما أريد أن أصلي وأكون مع الله لا يمكن أن أجمع بين هالأديين الأمرين أبدا. متى ما كمشت القرآن وكمشته هيك صرت مع القرآن، صرت مع المكتوب، صرت مع الصفحات المكتوبة، ولست مع الله عز وجل نهائيا، ولن أتمكن من أن أتخشع في صلاتي وأنا أقرأ الصفحة وبقلبها وتصار الوقت وكذا إلى آخره، وبعدين وتمديسه يحطها على الأرض. نعم هذا شاني، لكن غيري له اجتهاده. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد، والحمد لله رب العالمين.